حقيقة أنا صار لي من الشهر الثالث إلى اليوم أصيح بهذا الأمر ومتجه باتجاه أن أكمل التقرير اللي حقيقة شارفت على إنهاء إن شاء الله بالأيام القريبة القادمة. أنا أنهي التقرير وأقدمه إلى الرئاسة وأقدمه إلى القضاء وإلى الحكومة وإلى السلطة الرابعة وكل هذه. هذا اللي يعني الضغط اللي دا يحصل ولولا حقيقة السيد رئيس مجلس النواب المحترم حقيقة لكان اللجنة هذه أخفقت بأعمالها ولكان يعني الضغط الخارجي على الإطاحة بعمل اللجنة آتى أكله. ولكن صمود السيد رئيس المجلس أمام هاي الضغوطات والتحديات والاتصالات اليومية تقريبا عليه نعم على السيد رئيس المجلس على أن تحل هذه اللجنة وتعال عملها. يعني محسن المندلاوي تعرض إلى ضغط ولكن مستمر واقف مستمر وياكم. ثابت ويانا وأنا دا أباشر بأعمالي ومستمر بأعمالي والحمد لله شكر إلى هذه اللحظة. بالمناسبة لدي ما يعني ما أقدمه بالتقرير حقيقة تقرير إن شاء الله سيتفاجأ الجميع بمخرجه.